الواجب أننا لا نسمع إلى الشبه. إنا واجب جدا لبنا يوم شبه نجر سمتا جوال ستا يقبان. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نبياتي هذا الرتين. في هذه الأيام إلا من رحم الله، من أكثر من ينشر الشبه؟ نحن، إلا من رحم الله. والله بهذه الرسائل بأهل ساعات الله هذا الله شوكاه ومبستقر بجيتنا ما اسمسا ومقر ما اسراتوت إن يولنا. واحد يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عند سو يوم وجنة عائشة تسدد. ماذا نصنع إلا من رحم الله؟ ننشر، نقول انظر ماذا قال فلان الضال المضل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل هذا حق تنشر هذا؟ لو هذه أمك في النسب والله ما نشرت هذا، كيف وهي أم لكل مؤمن، كيف نرضى بهذا وننشر هذه المقاطع يا إخواننا؟ يا مؤمنين الناس سمعان بميتفا نقر سيادر من ناسرات إنياننا دي تارجل أنهم يسوان مدخو سنة مقبار يالي اللباتي من ناسرات يسب الصحابة وننشر سب الصحابة رضوان الله عليهم. صحابة جن سيسدبو ناقن يالي بغول موبايل لين يالي ناسرات استهزاء بالمسلمين وننشر هذا، نقول انظر كيف يستهزئ بالمسلمين. صحابتين سيسدبوا تعالله يو صحابه يتسدبوا بلا ستة سراتو انتم يا سراتو يا قزلتو